55 يوما، ملحمة إنجاز بناية الحياة الخامسة لإنعاش مصابي جائحة كورونا في العاصمة بغداد، حيث تم افتتاحها لتدخل الخدمة بحضور معالي وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير دائرة الصحة ووفد من العتبة العباسية المقدسة. أثبتوا أبطال العتبة العباسية هم جنود في كل الأوقات، مساهمتهم بالانتصار على كيان داعش الإرهابي، بعدها دعم مؤسسات وزارة الصحة حينما انطلقت هذه الجائحة، هذه 7 و8 مستشفى تنفذها العتبة العباسية، الطراز المعماري، المواد المستخدمة، سرعة الإنجاز. وما أميز الأبطال في قسم الهندسة في الأمان العامة العتبة العباسية هو الإصرار والتحدي الكبير. هم أنجزوا في المثنى، أنجزوا في بابل، أنجزوا في بغداد وفي باقي المحافظات، وإن شاء الله ستكون مشاريع أخرى. العتبة العباسية محط افتخار. هذه اللحظة لحظة افتتاح الرتبة الخامسة التي سعت العتبة العباسية أن تقدمها هدية لأبناء مجتمعنا العراقي اعتزازا بعراقيتهم، ردا للجميل. عندما أتحدث عن الجميل أنهم وثقوا بالعتبة العباسية، ناشدوا سماحة السيد المتولي الشرعي على بناء هذه الرتبة، فجاءت هذه الرتبة من باب رد الجميل لهم. نحن نتحدث عن رتبة كبيرة أنشئت في ظل ظرف قياسي، في زمن قياسي كانت فيه ملاكاتنا الفنية والهندسية موزعة في العمل في أكثر من رتها، وثمة خطورة أنهم يعملون في ظل على كما قلت على مرأة ومسمع من الفيروس يتعايشون معه. جهود استثنائية لاقت استحسان وثناء الجميع، إذ أن البناية تحتوي على 118 غرفة منعزلة بنظام سويت مؤثثة ومجهزة، إضافة إلى 25 غرفة منها الصيدلية وغرفة الأشعة والمختبر مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى غرفة الكادر الطبي والتمريضي والإداري. تحتوي على مواصفات راقية جدا من حيث الخدمة للأطباء ومن حيث المواصفات الخاصة بتنفيذ كل المطلوب للمريض. انجزت هذه المستشفى خلال فترة جدا صعبة من خلال حظر التجوال، وكانت الكوادر الهندسية يعني في معاناة شديدة باعتبار بعد المسافة والحصول على المواد من خلال تجربتنا ببغداد والعمل اللي انجز. خلال 55 يوم تم انجاز هذه المستشفى مثل ما موضحه بالصور. هذه المستشفى تم انجازها ب 55 يوم، وهو انجاز كبير ويعتبر مفخره لجميع منتسبي وزاره الصحه ومفخره لجميع ابناء الشعب العراقي من خلال الجهود الكبيره اللي بذلتها الملاكات الهندسيه والفنيه في العتبه العباسيه المقدسه. تم تجهيز هذه المستشفى باحدث الاجهزه الطبيه والمختبرات والاشعه واجهزه التنفس الاصطناعي وأجهزة السيبابات، وكذلك سيكون هناك إضافة إن شاء الله للأكسجين المركزي وإضافة أجهزة أخرى في هذه المستشفى، منها إن شاء الله سيكون هناك جهاز المفراس وأجهزة أخرى. ردهة الحياة الخامسة هي واحدة من بين الإنجازات التي تمت على يد الملاكات الفنية والهندسية التابعة للعتبة العباسية المقدسة، والتي جاءت من أجل دعم وإسناد المؤسسات الصحية في سبيل استيعاب إعداد الحالات التي تسجل يومياً بإصابتها بالوباء.